رشا. الو، ايوه يا رشا، ازيك؟ اهلا وسهلا. عامله ايه؟ الحمد اهلا لله، بيكي. اهلا وسهلا. انا اصلا ان انا بزعجكم، لا مفيش ازعاج انا بس خالص. كنت عايزه اتاكد من صحه الكلام بس اللي انا هحكيه. قولي تمام. قولي. انا اتطلقت من سنه، واحنا عن قصه حب تقريبا 21 سنه، بس من 6 سنين بدات حياتي تنهار تدريجيا. خلاص. انت متجوزة بقالك كام سنة؟ 13 سنة. اوكي. تمام. فبعدين بدأ إن أنا كل شوية إن أنا مش عايزة أدخل الشقة. خلاص. كل 3 4 شهور تقريبا إن أنا بطفش منها، أقعد في أي مكان بس ما أرجعهاش، لدرجة إن أنا ما بقاش عايزة أعدي من الشارع اللي فيه الشقة. وبيبقى مثلا يعني قبل ما أروحها بتجيلي، لو أنا عارفة إن أنا رايحاها، بتجيلي حالة اكتئاب وقلبي بيبقى مقبوض، ويعني في مرات جات لي حالات من التبول اللا إرادي. تمام. جبت شيوخ كتير وقروا قران وقالوا لي ان هو معمول فيها سحر صوتي. انا مش متاكده من حاجه زي دي، وفي ناس كانت مجرد ان هي تسمع صوتي اكلمها في التليفون اساله يقول لي اه فعلا، ويقول لي الاحداث اللي في حياتي. لغايه اخر سنه سنتين كده بدا يظهر فراش اسود كتير جدا في الشقه. بدا الهاموش يدخل بكميات غير طبيعيه، لدرجه ان هو كان بيسيب سوري التواليت بتاعه في كل حته اكوام بشكل غريب جدا، وانا كنت لسه مبيضه وعامله عمره. كل 4 شهور بيحصل الوضع ده. لغايه اخر مره جبت حد دخل الشقه وقال لي ان العفش بتاعي مدقوق فيه مسامير في كل حته، بالرفض بقى وبالتسليك وبالفراق. مين بيدخل شقتك غيرك؟ ما فيش حد بيدخل، بس ايوه مدقوق. مين اللي دقق المسامير دي؟ الشغالات مثلا في نسخه بره، بس مش هقعد اقول هي عند مين. فانا شاكه ان هو ممكن يكون من ناحيتهم. الله اعلم. بس يعني اتطلقتوا طيب؟ طلقنا من سنه. هو ايه السؤال؟ ايه السؤال بقى؟ انا عايز اعرف مدى صحه الكلام دوت، يعني هو هل ده حقيقي؟ هل ده اللي يعني، ولا دي مثلا، ما انا مش عارفه دي ناس بتضحك عليا ولا ايه؟ انت انا مش رحتي عارفه. انت سبتي شقتك دي خلاص؟ انا سبتها ولسه راجعه لها من اسبوع. ها نفس الحاجات برضو؟ بنفس، رجعت لها من اسبوع بس بعد ما نزلت عفشي كله وبيضتها وغيرت الاضاءه فيها، وسالي كل الناس مثلا اللي حواليا شكلي عامل ازاي وانا رايحاها، كانوا بيزقوني ان انا اروح، وكنت منهاره نفسيا ان انا رايحاها تاني. الى حد ما دلوقتي لما عملت فيها عمره واتغيرت شويه يعني مرتاحه، بس خايفه ده يتكرر تاني. طيب فانت بصراحه بتسالي هل ده صح ولا غلط، وتعملي ايه عشان ده ما يتكررش؟ بالظبط كده. شكرا شكرا يا رشا. ليكي والراشا ولكل المشاهدين في نقاط محدده، لان عالم النار او عالم الجن عالم متسع يحتاج الى حلقات مش لردود سريعه. واحد، لا يستطيع انسان كائنا من كان ان ينكر السحر لانه موجود في القران، وبه نطق النبي العدنان وحذرنا منه وعلمنا كيف نتعامل معه. الأمر الثاني، الأخت الكريمة ما تقوله أمر جائز عقلا، يقبل عقلا. يعني إيه يقبل عقلا؟ يعني وقع مثله وسمعنا بمثله، ولا حرج في قبوله مطلقا، ولا تصادم مع عقل ولا مع نقل. الأمر الثالث يا أختي الكريمة، أنت كل ما استعنت بالشيوخ، انا سمعت ان استعنت بالشيوخ على راسي وفعلت خيرا لما غيرت ديكور الشقه وعملتي، بس انا شايف ان كان جزء منها نفسي، ان جزء انت رافضه البيت بوجود الزوج لوجود مشاكل. طيب انا النهارده اعمل ايه؟ انصحك نعمل زي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، نشغل سورة البقرة في البيت كله وخليها 7 أيام ورا بعض. تقدر تقرأها يكون أفضل، تشغلها لا بأس، نقرأ على مية آية الكرسي 7 مرات ونرشها في الأركان عدا الشقة والحمام، نكسر من ذكر الله ومن الاستغفار المطبخ والحمام.
ماشي كده ما نرميش في المطبخ ولا في الحمام. المطبخ مظنة دوس كتير والمية يبقى عليها قرآن، والحمام احتراما للقرآن. صليتي على الحبيب صلى الله عليه وسلم البيت يعني في أركان البيت. ممكن نستخدم بخاخة أو ممكن نستخدم بخاخة. نقراها ازاي يعني؟ تقرأ على مية كده، تمسك دي كده وتقرأ عليها كده وتقوم شرباها، تقوم رشاها وصلت لحضرتك. تكسر من الذكر والاستغفار داخل الشقة، تستعين بالله سبحانه وتعالى، وفي النهاية تضع أمامها يقينا بأن كيد الشيطان ضعيف وبأن يقينها بالله قوي يقهر أي شيطان ويقهر أي جن. وكان شيخنا دايما يقول كده، والله الجن والشيطان مظلوم معاكم. ليه يا مولانا؟ يقول ده ربنا يا مولانا قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال على كيد النساء إن كيدكن عظيم.